لو انت في ثانويه عامه ومحتار ما بين كليه التمريض وباقي الكليات، او انت في معهد فن صحي او معهد فن تمريض ومحتار تستلم تكليفك اللي جايلك في المستشفى ولا تكمل كليه تمريض، ان شاء الله في الفيديو ده هعرفك كل حاجه عن كليه التمريض. هنعرف مده دراسه كليه التمريض قد ايه، مميزات وعيوب كليه التمريض، المسمى الوظيفي بتاعك بعد التخرج، ايه الدراسات المتاحه ليك بعد كليه التمريض، وهل لها فرصه كويسه في السفر ولا لا. هنتكلم اول حاجه على مده الدراسه. مده الدراسه في كليه التمريض عباره عن 5 سنين، 4 منهم دراسه في الكليه وسنه امتياز. سنه الامتياز دي بنسميها سنه التدريب في المستشفيات، سواء بقى المستشفيات الصحه او مستشفيات الجامعه. طيب ايه هي شروط القبول علشان تتقبل في كليه التمريض؟ اولا لازم تكون ثانويه عامه علم علوم، وطبعا مجموعك على حسب التنسيق، ولان مؤخرا كمان مجموع كليه التمريض في السنوات الاخيره ما بيقلش عن ال 94% فيما فوق. تاني حاجه، لو انت معهد فن صحي شرط شعبه التمريض العام ممكن تقدم في كليه التمريض، وساعتها بتتقبل في كليه التمريض وبتخش السنه الثانيه على طول في الكليه، يعني ما بتروحش سنه اولى، انت بتطلع من معهد فن صحي شعبه تمريض عام وبتطلع لسنه ثانيه كليه تمريض. تالت حاجه، لو انت معهد فن تمريض وجايب برده مجموع عالي جدا ممكن تكمل كليه تمريض، وساعتها الكليه هنا بتختار 5% بس من الطلبه اللي جايبين المجموع العالي. انت طبعا بعد ما بتتخرج بيبقى المسمى الوظيفي بتاعك اخصائي تمريض، وبتتخرج بدرجه بكالوريوس في علوم التمريض. طيب يعني ايه اخصائي تمريض؟ انت اول ما بتتخرج على اخصائي تمريض وبتستلم تكليفك في المستشفى، انت المفروض كاخصائي بتمسك اشراف، لكن واقعيا في ارض الواقع اللي احنا فيه على حسب المكان اللي انت بتشتغل فيه. يعني لو انت استلمت تكليفك في مستشفيات الصحه فالترقيه في مستشفيات الصحه عن طريق الادميه، اما لو انت استلمت تكليفك في مستشفيات الجامعه فهنا نقطه الترقيه على حسب طبعا المؤهل بتاعك. طيب هي ايه مميزات كليه التمريض؟ طبعا اول حاجه انك بتتخرج اخصائي تمريض، المؤهل ده نفسه بيأهلك انك تبقى ماسك اشراف على طول. تاني حاجه انك تقدر تكمل دراسات عليا بعد الكليه زي بقى ماجستير او الدكتوراه. تالت حاجه انك تقدر تكمل الكليات العسكريه او اكاديميه الشرطه، وساعتها بتتخرج منها ملازم اخصائي تمريض. رابع حاجه طبعا فرصتها كويسه جدا جدا في السفر لاي دوله، مش بس الدول العربيه، ممكن كمان الدول الاوروبيه. بره مصر انت ممكن توصل بمؤهل البكالوريوس التمريض ده انك تمسك وزير الصحه. طب بالنسبه للاقسام اللي موجوده جوه الكليه واللي حضرتك هتدرس فيها، عباره عن من 8 ل 9 اقسام: قسم تمريض اطفال، قسم تمريض النساء والتوليد، قسم تمريض مسنين، قسم تمريض النفس والصحه النفسيه، قسم تمريض البطنه والجراحه، قسم تمريض صحه مجتمع، قسم تمريض الاداره، قسم تمريض الحالات الحرجه والطوارئ، وتعليم التمريض. دي الاقسام اللي موجوده جوه الكليه. طب انت في خلال ال4 سنين هتبتدي توزع الاقسام ده عليكم ازاي؟ في اول سنه انت هتدرس مواد كتير جدا، خصوصا اساسيات التمريض، بالاضافه طبعا الى مواد طب ومواد صيدله. فانت هتدرس حاجات كتير زي تشريح وفسيولوجي وميكروبيولوجي، فارما وباثولوجي وتغذيه، وحاجات كتير جدا هتدرسها في سنه اولى. في السنه الثانيه هتبدا تدرس بطنه وجراحه، وطبعا بيقسموها على الترمين. في السنة الثالثة انت بتدرس نساء واطفال وطوارئ، طبعا بنقسم برضو على الترمين. في سنة رابعة هتدرس نفسية وعصبية وصحة مجتمع وتمريض مسنين. اما السنة الخامسة اللي هي سنة الامتياز دي بتبقى عبارة عن تدريب في المستشفيات، سواء بقى مستشفيات الصحة او مستشفيات الجامعة. كمان بالاضافة ان في دلوقتي بروتوكول بيتعمل ما بين الكلية وما بين المستشفيات الخاصة، بحيث انك تروح تقضي فترة الامتياز بتاعتك في مستشفى خاصة. فهي فرصة كويسة جدا جدا انك بتاخد فترة الامتياز بتاعتك في مستشفى خاصة ماشية طبعا على سيستم وبرستيج معين. طب بالنسبة لعيوب كلية التمريض، أنا بصراحة مش شايف في كلية أي عيوب ما عدا الجزء اللي أنا قلته لكم. بعد طبعا ما بتتخرج وتستلم التكليف بتاعك لو أنت في مستشفيات صحة الترقية بتبقى بالأدمية، أما لو مستشفيات الجامعة طبعا بالمؤهل بتاعك، وكل ما تزيد في الدراسات بتاعتك بتترقى أكتر. عندنا طبعا كليات التمريض اللي موجودة في مصر في جامعات كتيرة جدا، بس في طبعا جامعات معتمدة وماشية بنظام الساعات المعتمدة. زي إيه الجامعات اللي ماشية بنظام الساعات المعتمدة؟ عندك كلية تمريض جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، اسكندرية، والمنصورة. كليات التمريض في ال4 أماكن دول ماشيين بنظام الساعات المعتمدة وهم كليات معتمدة. طب في سؤال بيجي كتير جدا يقول لك أنا لو في سنة تانية كلية تمريض وعايز أشتغل جنب الكلية، ينفع ولا لأ؟ أيوه طبعا ينفع. في مستشفيات كتير جدا بتاخد الطلبة بتدربهم وتنزلهم شغل جنب الكلية، وفي ناس بتبدأ الشغل بتاعهم من سنة الامتياز بعد ما خلصوا دراسة خالص ويبدأوا ينزلوا يشتغلوا لحد ما ياخدوا شهادة مزاولة المهنة. بس في ناس طبعا بتركز كل اهتمامها وتذاكر في الكلية علشان تبقى معيد.
طب في ناس تيجي تقول لك انا قدامي دلوقتي كليه تمريض او كليه علوم او طب بيطري وانا محتار ومش عارف اعمل ايه. كل واحد طبعا على حسب ما هو عايز ايه. كلنا عارفين ان تكليف كليه التمريض مازال موجود لان في عجز دائم في التمريض، فطبعا التكليف ده 100% موجود. وبالنسبه لسوق العمل فانت هتطلع تتخرج وتستلم تكليفك، يعني انت بتضمن شغل ليك. بالنسبه بقى للناس اللي في المعهد الفني الصحي شعب التمريض عام او معهد فن تمريض وهما جايبين مجاميع عاليه ومحتاره، تكمل كليه تمريض ولا تكتفي بالمعهد وتستلم التكليف الحكومي بتاعهم؟ رايي الشخصي طبعا انك تكمل كليه تمريض، بس ساعتها هيخيروك ما بين انك تستلم التكليف بتاع اللي جاي لك من المعهد او انك تكمل كليه تمريض.